كل يوم تقعد معه على الأقل 3 مرات باليوم، تحسه من أقرب الأشياء لك ويفهمك أكثر من وايد ناس بحياتك، ويعطيك القوة والطاقة أنك تكمل وتعيش وتستمر رغم كل المصاعب اللي تواجهك. ما يستاهل أنك تشكره وتحافظ عليه. مبدأ حفظ النعمة واحترام النعمة تعلمناه من يوم إحنا صغار بالمدرسة وبالبيت، وكان جزء كبير وايد من ثقافتنا. لكن احترام النعمة مو بس يعني انك تسمي قبل لا تاكل او انك تاكل بيدك اليمين. احترام النعمة يعني انك تقدر النعمة، تقدر النعمة هذه من وين جاية وشون وصلت صحنك، شون صارت من نصيبك، شون راح تأثر على جسمك. احترام النعمة يعني انك تحشمها من انك تصنفها كزبالة. وايد ناس يقولوا لي لا تستخدمين كلمة زبالة، لان في وايد كلمات البق، لكن انا بالنسبة لي ما في داعي نسوي عمليات تجميل لمسميات الافعال البشعة البشرية اللي قاعد نسويها. عقب ما نقط الزبالة طبعاً تجي سيارة تاخذها، لأن إحنا دائماً نبي نكون عايشين بمكان حلو ونظيف وما في أي أوسخ. فتاخذها السيارة حق مكان عبارة عن حفرة نقط فيها كل الأوساخ والأشياء اللي ما نبي نشوفها، على أساس ما نواجهها ونأجل التعامل مع مشكلة النفايات البشرية الأزلية. لكن لما نكب الأكل بمكب النفايات، إحنا نكون كنا حاطينه بكيس بلاستيك ومسكرين عليه، لأن العناصر الغذائية اللي فيه ما تقدر ترجع حق التربة طبعا، وبالإضافة إلى ذلك تبعث سموم للبيئة لما تعفن، لأن كل أكل مصير أنه يعفن ويخرج غاز الميثان اللي هو حسب آخر دراسة حتى 36 مرة أخطر من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة بالجو. وبذلك تسبب مكبات النفايات بشكل كبير الاحتباس الحراري وتغير المناخ، غير أنها تساهم في تلوث التربة والمياه الجوفية عن طريق المواد السامة اللي تتسرب منها. الأكل هو المصدر الرئيسي لغاز مكبات النفايات، وأكبر مكون للمواد المرسلة إلى مكبات النفايات بالكويت. بس أكثر من 55% من مكبات النفايات أكل. هذا رقم مو كبير. بأمريكا الأكل مسؤول عن 17% من جميع غازات أو انبعاثات الغاز الميثان. هذا الرقم نهائياً مو سهل. خلال 6 ملايين سنة اللي عاشوا فيها البشر على كوكب الأرض، كانت صناعة الأكل وايد صعبة وايد غالية ومكلفة، ولكن عن طريق الثورة الصناعية استطعنا صناعة الأكل بكميات غير مسبوقة. لأن مع الثورة الصناعية وظهور الزراعة على نطاق صناعي اكثرت الصناعة، وعن طريق ذلك كثر الهدر لأنه صار أرخص وأوفر. نتيجة التحضر الليانة أنشأ أول مكب نفايات في كاليفورنيا قبل 83 سنة، ومن يومها صار العالم يتعامل مع النفايات بهالطريقة المدمرة للبيئة. طبعاً غير هدر الطعام اللي يعفن في مكبات النفايات ويسمم البيئة بغازات الميثان، هدر الطعام يشكل هدر بكل المصادر اللي استخدمت لزراعة وإنتاج وتغليف وتعليب وشحن وتسويق المنتجات هذه، مثل البترول اللي يستخدم بجميع العناصر من إنتاج الأسمدة إلى النقل، والأرض، الأرض طبعاً الزراعية المكثفة اللي اليوم الأراضي الصناعية وقطاع الصناعة وزراعة الأكل مسؤول عن 25%، ربع الغازات السامة اللي تنتج للبيئة. هذا الرقم مو سهل، غير أن الزراعة المكثفة قاعد تنهي الأراضي، لأن ما قاعد نعطيها الأرض فرصة أنها تتنفس، لأن سيزن ورا سيزن قاعد نكبر، قاعد نحط. فش نسوي؟ نحط مواد artificial على أساس أن إحنا نعدل الموضوع باللونج تيرم أو بالمدى البعيد، قاعدين أن إحنا نقلل من خصوبة التربة وخصوبة الأرض. في عام 2007 بس تم استخدام ما يقارب 14 مليون كيلو متر مربع من الأراضي لإنتاج طعام ما حد استهلكه وانقط. يعني هذه الأراضي تعادل حجم الكويت تقريباً 800 مرة. الكويت 800 مرة. الرقم كلش مو سهل. فوق هذا عندنا فقدان التنوع البيولوجي، لأن بكل سنة تقريباً يتم نسف 100,000 كيلو متر مربع من الغابات حق إنتاج الأغذية، بينما قاعد نهدر 30% من جميع الأغذية. مو سهل الرقم. الديفورستيشن وإزالة الغابات تسبب شيء كبير في تلوث البيئة،
لان احنا لان الاشجار هذه كلها كاربون، والكاربون لما قاعد نقطعها او قاعد نقطها او قاعد نحرقها قاعد يروح هذا كله سموم للجو. فطبعا التوسع الزراعي غير كذي، قاعد المناطق البريه قاعد ينسف الحياه البريه كذلك، بما في ذلك كل السبيسيز اللي اليوم موجوده اللي انتهت، انه عندنا ثدييات، عندنا منها طيور، عندنا اسماك، عندنا برمائيات، كلها تنتهي. لان انت احنا لما نحطم الناتشرال هابيتات مالها هي راح تنتهي. غير كذي عندنا الماي يستخدم الزراعه، توقعوا كم؟ 70% من الماي العذب المسحوب بالعالم، 70%. واي زياده معدل انتاج اكيد راح يتطلب زياده ماي، غير ان احنا عندنا ازمه ماي بالعالم. ب 2007 الماي المستغرق للانتاج الزراعي لهدر الطعام حوالي 250 كيلو متر مكعب. يعني كثر الماي اللي تنتجه الكويت بالسنه 280 مره. يعني الواحد ما يدري ما يدري شنو يسوي من هالارقام، لان كل هذه التغييرات قاعده تخلق لنا بيئه غير سليمه، وطبعا مستحيل مستحيل تكون مستديمه. إن في كل لقمة تنقط تهدر الأرض اللي زرعتها، والماي اللي كبرها، والمواد اللي علبتها، والبترول اللي نقلها. لا، وفوق كل هذا تنقط بمكبات نفايات وتورد لنا السموم حق البيئة، تخلي الزراعة تكون أصعب سنة بعد سنة، لأن الاحتباس الحراري قاعد يزيد من الكوارث الطبيعية. 100 مليون مزرعة صغيرة تنتج 80% من أكل الدول النامية، يعتمد على هالمزارع مليارين شخص للعيش، منهم ما يقارب 800 مليون شخص ما يحصل الأكل الكافي كل يوم. ليش؟ لأن المزارعين الصغار بالبلدان الفقيرة ما عندهم التولز والإكوبمنت اللي تمكنهم إن أهما يخفضون الهدر اللي من طرفهم. سنة بعد سنة تزيد الكوارث الطبيعية، قاعد يقل حصادهم نتيجة الاحتباس الحراري اللي جزء كبير منه ينتج عن هدر الطعام. فهو كل الموضوع دورة كاملة ترد على بعض. بس تدرون شنو اللي يقهر؟ اللي يقهر ان الحل وايد بسيط، لان عاشت من قبلنا اجيال بالصحة والعافية، من غير سمنة مفرطة، من غير امراض قلب وسكر بالمعدلات اللي قاعد نشوفها اليوم، خصوصا بالكويت. الكويت وصلنا مرحلة ان احنا كنا ثامن اكثر دولة بالعالم فيها نسبة السمنة، طبعا هذا قبل عمليات التكميم. فتخيل ان الحل هو بس تغيير في معدلات الطلب بالدول المتقدمة والدول المستهلكة، اللي اكثر الهدر فيها يكون عن طريق المستهلك، بعكس الدول النامية اللي يكون الهدر فيها عن طريق الزراعة والصناعة. الهدف ان احنا نخفض الهدر من الاساس، لان هذا هو الحل الوحيد. لأن مهما استثمرنا في برامج إعادة تدوير ما رح نقدر نرجع، لأن هدر الأكل هو هدر جميع المصادر اللي دخلت في زراعته لوصوله حق صحنك. وإعادة التدوير تحمي من تأثير مكب النفايات فقط، وما تعوض المصادر المهدرة في صناعة الأكل. عشان كذي هذا هدف رئيسي من أهداف التنمية المستدامة، اللي بشكل أو بآخر يأثر على كل الأهداف الأخرى. وعشان كذي أنا بلشت مشروع ريفود حق الكويت، لأن مشروع ريفود بدوره قاعد يخدم قطاع المواد الغذائية، بحيث إنه يستلم كل المواد اللي تكون فائضة أو نير إكسبايري ويوزعها حق الأسر المتعفة الموجودة داخل الكويت، فنقدر نسد الجوع أو جزء من الجوع اللي موجود عن طريق الطعام المهدر. يعني إحنا فريق بسيط مع المتطوعين مع مخزن بسيط، قدرنا إن إحنا نسد حاجة ما يفوق 3000 عائلة مسجلة عندنا بقاعدة بيانات بس بهدر الطعام. فتخيلوا لو العالم كله يتبنى مثل هذه الأنشطة. أكيد ندري إن مهما سوينا راح يبقى لنا هدر بسيط، وهذا الأكل اللي ممكن نعيد تدويره، لأن هذه آخر مرحلة وآخر أمل للأكل قبل لا ينقط ويسبب تدمير البيئة. ممكن هني يتم تسميد الأكل حتى تعود العناصر الغذائية حق التربة، بدلا تروح مكب النفايات وتسبب لنا كل هذه السموم. بعالم يعاني منه 800 مليون شخص من الجوع ومليارين شخص من السمنة، الواحد ممكن يفقد الأمل بالنظام الموجود، ولكن تبقى الاستدامة ورغبة الاستدامة في الإنسان أقوى.
لأن استدامة الكوكب بالطريقة التي وجد فيها الإنسان أساسية حق استدامة الإنسان. الكوكب ترى موجود من مليارات السنين، لكن من 6 ملايين سنة والإنسان موجود ومستديم على كوكب الأرض، بآخر 200 سنة بس قلبنا الموازين كلها من أيام الثورة الصناعية. بالنهاية إحنا اللي نحمل مسؤولية قدام الأجيال القادمة.